السلام عليكم، معكم القناه ديال اجونس عربي للعقار في مدينه الناظور. اليوم جبنا لكم العرض ديال واحد الشقق اللي كيتباعوا في سلوان العمران، شقق باقيين جدادين، كاين 3 ايطاج وكاين 4 ايطاج. الشقق المساحه ديالهم 100 متر مربع. هذه هي الدخله ديال الشقه، كاين فيها جوج الحمامات، جوج البيوت، صالون سيجور وكوزينه، فيها البالكون، كاين لاسانسور وكاين حتى البلاصه في الباركينغ. هذا الحمام الاول كاين على يدنا ديال اليمين في الدخله، فينيسيون شي حاجه مزيانه بزاف، شي حاجه عاليه الجوده، لا في الصباغه ولا في الكارلاج ولا في الالومنيوم، كلشي مزيان. هذا الحمام اللي كاين في البيت حتى هو حمام كبير. الموقع ديالها ممتاز في سلوان العمران، واحد الموقع رائع قريب على كلشي. البيوت كما كتشوفوا كبارين، الشرجم على لافاساد زائد البالكون زائد الكليماتيزاسيون سونترال في البارتما كامله. فوالا كما كتشوفوا كاين عندها البالكون ديالها، الشقه مشمشه مهويه. كما قلنا كاين جوج في 3 ايطاج وكاين وحده في 4 ايطاج. التوتال ديال الشقق اللي كاينين تما كاينين 8 ديال الشقق، 8 فقط. عندهم بلاصه في الباركينغ، تباعوا كلشي، بقاو 3 ديال الشقق 100 متر كما قلنا. شي حاجه فينيسيون ممتازه بالنسبه اللي كيفكروا يشريو شي شقه في سلوان العمران، وبثمن مناسب نظرا للمتراج ديالها 100 متر كاري. الثمن راه جد مناسب، خصوصا انه الشقه عندها الباركينغ ديالها ديال السياره كما قلنا في لاكاف. غادي نوريوكم لاكاف في الاخر الفيديو. اضافه لذلك الصباغه ولا الالومنيوم ولا كلشي نوعيه ممتازه، لي ريدو الكتريك، كاين لاسانسور والكليماتيزاسيون سونترال. هذا الصالون بالنسبه للبيت، البيوت عندهم والكوزينه عندهم الكليماتيزاسيون سونترال باينه البلاصه ديالها كما وريناكم. بالنسبه للصالون كاين في القبص، حتى هو فيه كليماتيزاسيون سونترال ولكن كتخرج الهواء من القبص. هذاك الشيء علاش ما غيبانلكمش من هنا، ولكن راه المخرج ديالها فين كاين في القبص. هذا السيجور، كاين هنا واحد السيجور كبير، وعاد كاين المطبخ والبيت الثاني. بالنسبه للناس اللي مهتمين بهذا العرض هذا ولا عندهم شي عقار في الناظور ولا النواحي ديال الناظور، اولا بغاو يديروا التقييم لشي عقار ديالهم شحال يقدروا يبيعوا ولا بشحال باش يقدروا يشريوا، اتصلوا بينا على الرقم ديالنا اللي هو 0644017000. هذا هو المطبخ، عنده الشرجم على لاكور، حتى هو في البلاصه ديال الكليماتيزاسيون سونترال، عنده الزليج طالع حتى للسقف لانه المطبخ ضروري كيخص يكون عنده غالبا الزليج حتى للفوق باش تقدر غير تمسح ديك الشيء بشي كتانه فازقه ولا شي حاجه صافي، ماشي بحال ملي كتكون الصباغه كتكون القضيه شويه قاصحه. هنا البيت الثاني حتى هو كبير، عنده شرجم على لاكور، الصباغه كما كتشوفوا نوعيه ممتازه. نعاودو نذكروا بالمعلومات انه كما قلنا لكم هاد الشقق هادو فيهم 100 متر مربع في سلوان العمران، بلاصه مزيانه قريبه على كلشي، كلشي عندك حدا الباب، جوج البيوت، صالون، جوج الحمامات، سيجور، كوزينه، عندك البالكون تما، عندك بلاصه في الباركينغ. 8 ديال الشقق فقط اللي كاينين تما، الاغلبيه مولاهم كاينين في الخارج. كليماتيزاسيون سونترال، والثمن ديال البيع ديال هاد الشقق هادو 66 مليون سنتيم. الثمن ديال البيع 66 مليون سنتيم قابل للتفاوض. هذا هو لاكاف اللي كاين لتحت على حسب السياره. كما قلنا الثمن راه جد مناسب، 100 متر كاري، كليماتيزاسيون سونترال، بلاصه في الباركينغ، لاسانسور كاين حتى لتحت الباركينغ، وفينيسيون عاليه الجوده، والثمن فقط 66 مليون سنتيم قابله للتفاوض. كنشكركم بزاف على المتابعه ديالكم الدائمه للفيديوهات ديالنا. كنتمنى الناس اللي كيتفرجوا فينا كاملين يتابوناو معنا في لاشين يوتيوب ديالنا، حيت داك الابوني ديالكم راه دائما كيشجعنا غير باش نجيبوا لكم الجديد كما العاده. وما تنساوش تفعلوا زر ديال الجرس باش يوصلكم الجديد ديالنا نتوما الاولين. شكرا موصول لكم مره اخرى فين ما كنتوا، داخل ولا خارج ارض الوطن. نتلاقاكم في فيديو جديد ان شاء الله بحول الله. السلام عليكم.